خلينا نرجع بقى لمباراه بكره ونرجع لتحليلنا. يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل يا شريف عن الحالات اللي معاك والحالات الهجوميه وخلق المساحات والمشاكل الدفاعيه نستعرضها مع الساده المشاهدين. اتفضل. هي احنا كنا بنتكلم على فكره ان احنا هل المشاكل الدفاعيه اللي كانت موجوده عند فرقه الرجاء في مباراه القاهره قدام الاهلي ليها علاقه بس بجوده النادي الاهلي والطريقه اللي قدر بيها يلاقي المساحات دي ويخلق المساحات دي عند فرقه الرجاء، ولا اصلا دي مشكله موجوده لفريق الرجاء نفسه؟ بالظبط. على مستويين، على مستوى المنظومة الدفاعية أولا، وعلى مستوى جودة الأفراد. لازم نناقش جودة الأفراد أكتر من المنظومة الدفاعية، لأن الرجاء على مدار الأربع خمس ست شهور اللي فاتوا غير 3 مدربين، فالمنظومة الدفاعية ممكن يكون فيها مشاكل، لكن الحقيقة حل المشاكل دي صعب الدنيا شوية لأن جودة الأفراد قليلة. فإحنا لو رحنا للحالات واتفرجنا عليها هنلاقي إن الرجاء بيعاني من نفس المشاكل تقريبا اللي كان بيعاني منها قدام النادي الأهلي. هنا إحنا بنتكلم على الحالة الأول. دي في أنهي مباراة؟ دي مباريات مختلفة من ماتشات الدوري. اعتقد ده ار اس بي، ده تقريبا نهضة بركان. ممتاز. نهضة بركان. هنا بنتكلم على مشكلة الترنات اللي موجودة، والمشكلة التانية هي الغفلات الدفاعية اللي موجودة عند الاثنين مدافعين. المدافع الاول ده مروان الهدود. هنروح للصورة اللي بعدها. النقطة دي مهمة جدا واتكررت في ماتش السوبر الحقيقة، وهي انس الزنيتي. انس الزنيتي من الحراس اللي نادرا لما بيمسك الكرة على مرة واحدة، يعني نادرا، دايما بيكون عنده مشكلة في الرياكشن بتاعه او الريفلكس بتاعه في ان هو دايما بيخسر الكرة التانية. واحنا سجلنا في مباراة السوبر بالطريقة دي والجول ده بالطريقة دي، وهنستعرض كمان اهداف مع المشاكل الدفاعية للزنيتي نفس المشكلة. المشكلة التانية اللي كان دكتور محمد جمال بيتكلم عنها، وهي الغفلة الدفاعية العامة في التغطية بتاعة التسلل. طبعا جدا. الراجل اللي راجع نايم اللي على الشمال خالص ده اللي عليه الهايلايت، هو مغطي الحالة الهجومية كل كلها. كل المهاجمين بتوع نهضة البركان مغطيهم. مغطي تقريبا كل المهاجمين. الصورة اللي بعدها الراجل طبعا هيستلم لوحده تماما ويسجل وتمام، مفيش أي مشاكل. نروح للصور اللي بعدها. هنا برضو بنتكلم على مشكلة الترنات. لو نفتكر هدف محمد شريف في مباراة السوبر ازاي رقص على بره مروان عبد الإله مدكور، والمشكلة دي موجودة عند الياس حداد وموجودة عند مروان هدهود اللي خلاص مش هيلعب المباراة بتاعت بكرة. لكن احنا بنتكلم على المشاكل. عايزين نشرح يعني ايه ترنات، اللي برضو خلي بالك مش كل الناس اللي بتفرج علينا فاهمين يعني ايه ترنات. ترنات يعني اللاعب دايما لما بيضغط بيكون واقف على رجل بيكون واقف على كعب رجله، والرجل الثانيه واقف على مشط رجله. فاللي على مشط رجله دي هي دايما بتبقى رجل الحركه. فاللعيبه اللي عندها الاطوال زي مروان الهدهود، ويمكن اللي موجود شويه عند جمال حركاس، اللعيبه دي لما بتيجي تترن على الرجل اللي واقف عليها اللي هي الرجل الثابته بيبقى عندها مشكله. المشكله دي مش بس ليها علاقه بالاطوال، ممكن تكون ليها علاقه بالفيزيك بتاع اللاعب. فمثلا عبد الله لما تكون عنده المشكله دي وظهرت قوي في الكره بتاعت عبد القادر اللي رقص مرتين ثلاثه، الراجل في الثلاث مرات واقف على كعب رجله، واخر مره كان تنتهي بهدف. دي كان لازم تنتهي بهدف، بس هي التوفيق وعدم التوفيق. لكن المره الثالثه ليها علاقه بالطول وبالفيزيك بتاع اللاعب، فموجوده عند مروان هدهود. بس خلاص احنا بنتكلم على مروان لانه بره من ضمن المشاكل، لكن خلاص هو مش هيلعب المباراه الجايه. بس احنا بنتكلم على الدفاع عموما. فالحالات دي متكرره، وهي دي اللي احنا نقدر نبني عليها المباراه الجايه. ونروح لنقطه مهمه، وهي فكره انا بذلت مجهود قد ايه عشان اخلق المساحات دي. انا بذلت مجهود كبير عشان اخلق المساحات دي في ان انا كنت بنقل الكوره في قلب الملعب، بعمل الروتيشنال بتاعي في قلب الملعب في ان انا ازاي بحرك الكوره من الاثنين الباكات بتوعي لقلب الملعب ان كان اليو ديانج او عمرو السوليه، وبعد كده ببدا اعمل الحركه الديناميكيه اللي كانت بتحصل. لان احنا الحقيقه كنا في المباراه دي بنلعب بشكل تكتيكي هجومي مختلف شويه، وهي فكره ان احنا كنا بنلعب باثنين مهاجمين. كنا بنلعب بمحمد شريف وكنا بنلعب بيرسي تاو. بيرسي تاو في المباراه دي ما كانش بيلعب لعيب جناح على اليمين او الشمال. وكمان كنا بنعمل حركه ديناميكيه مهمه جدا، وهي فكره ان كان احنا بنلعب تقريبا من غير بلاي ميكر، فكان عبد القادر وحسين الشحات الاثنين كانوا بيدخلوا يأدوا الدور ده. عشان كده هنلاقي كل او معظم الهجمات اللي احنا رحنا بيها على فرقه الرجاء هتلاقيها مصنوعه من عند حسين الشحات في قلب الملعب، اللي كان مينلي اصلا في الجيم ده بيلعب جناح يمين وسجل من الجناح اليمين الهدف الثاني. فالديناميكيه دي كانت مهمه قوي في ان احنا بنعمل خلخله في الدفاع بتاع الرجاء، وبعد كده بنبدا نتحرك. الاسيست بتاع الجول الثاني بيرسي تاو هو اللي رايح جناح شمال بعد ما اتلعبت له من محمد شريف، راح من الجناح الشمال صنع الكره بتاعت محمد شريف الاولى اللي كانت ملعوبه له من عمرو السوليه، والكره بتاعت محمد شريف الثانيه اللي صنع منها حسين الشحات، وفي كره ثالثه نفس الكلام برضو نزل محمد شريف وقطع في نص الملعب. دي كانت اعتقد اللي هي بتاعت لا اللي بتاعت الترقيصه بتاعت عبد الإله مدكور. دي برضو محمد شريف قطع من قلب الملعب وطلع احمد عبد القادر. فهنلاقي ان حتى الجناح الشمال راح فيه
بيرسي تاو مرتين ثلاثه. ما بنتكلمش عن النادي الاهلي وطريقه لا احنا مش بنتكلم على الحاله الهجوميه، احنا بنتكلم على ايه المشاكل ليه حصلت المشاكل دي في الدفاع ده، لان المشاكل اللي موجوده في الدفاع ده اشتغلنا عليها بالشكل ده. فانا وجهه نظر ان الجيم الجاي هو انت هتبقى محتاج تبذل مجهود طبعا كنادي اهلي ان انت هتبقى مسيطر وماسك كوره عشان تخلق المساحات دي، لكن الجزء الاهم بالنسبه لي هي ان فرقه الرجاء هتخلق لك المساحات دي ولو حتى بنسبه 50-50، لان هو هيطلع فوق عشان يهاجمك وهيسيب لك المساحات دي. وجهه نظري ان احنا ان شاء الله باذن الله مع المشاكل اللي موجوده دي، مع كمان وجهه نظري الغرور اللي موجود عند رشيد الطوسي في احساس ان هو انا قادر اكسب النادي الاهلي وقدام جمهوري وكذا، انا شايف ان الجيم هيتسهل علينا. واعتقد ان احنا ان شاء الله في حاجه انا بتفائل بيها جدا، دايما عندنا الهدف اللي بنسجله في اول ربع ساعه بتاع سان داونز بتاع الذهاب، انا حاسس ان احنا ان شاء الله الجول ده بس خلينا بس